في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، فأشكر الإخوة في الشؤون العلمية في جامع الراجحي على دعوتي للحديث عن أحوال العالم الإسلامي. والحديث عن أحوال العالم الإسلامي حديث واسع ومتعدد الجوانب، نحن نعرف أن العالم الإسلامي امتد في مساحة كبيرة في الكرة الأرضية، معظم القارة قارة آسيا ومعظم قارة أفريقيا وجزء كبير من أوروبا، كان للمسلمين الأوائل جهد متميز حيث اعتبروا أن رسالتهم وأن الله كلفهم بنشر الإسلام، وبالتالي انطلق بداية من الجزيرة العربية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضوان الله عليهم، ثم توسع في أماكن كثيرة وانتشر الإسلام وأصبحت له مكانة متميزة في أوقات ضعف المسلمين. كان هناك تراجع، ولذلك نجد أماكن كثيرة كانت إسلامية مثل جنوب أسبانيا، مثل الجزر الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، مثل شرق أوروبا، البلقان ومناطق عديدة من شرق أوروبا، الفلبين، أماكن عديدة في العالم الإسلامي كانت إسلامية. وتجد الإنسان، تجد الآن أناس أجدادهم كانوا مسلمين وتراجعوا عن الإسلام في حالة ضعف المسلمين وتراجع الإسلام عن أماكن عديدة من العالم. طبعا العالم الإسلامي الآن موزع إلى دول عديدة، وهذه الدول مرت بها ظروف، سواء كان الاستعمار أو غير الاستعمار، سواء في الدول العربية أو دول أخرى إسلامية كالدول التي سيطرت عليها الشيوعية فترة طويلة أكثر من 70 سنة وغيرت الصفة الأساسية عن تلك المجتمعات، وكذلك الاستعمار حينما انتشر في العديد من دول العالم الإسلامي والعربي كان له تأثير كبير على حياة المسلمين، على تطبيق الإسلام، على التقيد بأحكام الإسلام. ولذلك نجد أن المشكلات كثيرة ومتعددة بعد أن خرج الاستعمار، لكنه بقي بتأثيره، تأثيره الثقافي، تأثيره الإعلامي، تأثيره الاقتصادي، تأثيره في أنظمة الحكم،
لا تزال كثير من الدول العربية والإسلامية تسير على منهاج غير صحيح ولا يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كانت عليه أحوال تلك البلاد حينما كان الإسلام منتشرا فيها. وطبعا هذه المشكلات لا بد أن تنظر وأن تدرس وأن تراعى من قبل ولاة الأمر، من قبل العلماء، من قبل الدعاة، من قبل المجالس أو الهيئات المتخصصة في هذا المجال، لا بد أن تراعى ويتعرف على مشكلاتها الأساسية التي حدثت حينما تراجع الإسلام عن مكانته وقوته. الأمة الإسلامية هي كل من يدين بالإسلام، سواء أكانوا في العالم الإسلامي أم في خارج العالم الإسلامي. وعدد الأقليات والجاليات المسلمة في الوقت الحاضر يصل إلى ثلث عدد المسلمين. إذا كانت التقديرات أن عدد المسلمين 1.5 مليار، فمعناه أن ثلث هذا العدد في بلاد غير إسلامية، سواء في أوروبا، في أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. ويندر أن تجد دولة في العالم ليس فيها من المسلمين أحد، يعتبر نادر. وفي هذا الجانب يجد الإنسان على الرغم من التحديات التي تواجه المسلمين، يجد أن هناك تقدم وازدياد في أعداد من يدخلون في الإسلام، وهذا جانب إيجابي. طبعاً الأقليات المسلمة تختلف عن الجاليات المسلمة. الأقليات المسلمة هي الموجودة في دول كانت منذ الأساس إسلامية، مثل كما هو الحال في الهند مثلاً، وفي بعض دول جنوب شرق آسيا. هذه لا يقال لها جاليات، لكن تعتبر أقلية لأن هناك أعداد من غير المسلمين أكثر من هذا العدد، وإن كان أصلهم في تلك البلاد. وقد تكون الدولة في الأساس كما كانت في الهند دولة إسلامية، ثم تغيرت الأحوال. الشاهد أن الفرق بين العالم الإسلامي والأمة الإسلامية أن الأمة الإسلامية هي التي يجمعها هذا الدين في أي مكان وفي أي بقعة من العالم، أما العالم الإسلامي فهو المناطق أو الدول التي انتشر فيها الإسلام وحكم فيها المسلمون واستقرت فيها أحوال المسلمين. الحديث عن أحوال العالم الإسلامي حديث واسع، ومجالاتها وجوانب كثيرة. هناك جوانب سياسية، هناك جوانب اقتصادية، هناك جوانب دينية، هناك جوانب اجتماعية. ويهمنا في مختلف المناسبات أن نؤكد على نقطة أساسية، وهي: هل الاهتمام بالشأن الإسلامي على مستوى العالم أو على مستوى الأمة الإسلامية في بلاد الأقليات وبلاد الجاليات المسلمة، هل الاهتمام بها ضرورة إسلامية أو لا؟ هذه نقطة لابد أن يركز عليها العلماء والباحثون، لأن أعداء المسلمين حريصون على تفرقة المسلمين وتجزئتهم، ويقال كل إنسان مسؤول ببلده وبجماعته وبالمكان الذي يعيش فيه، وبالتالي لا علاقة له بالآخرين ولا ينبغي أن يتدخل في شأن الآخرين. هذا الأمر أعداء المسلمين حريصون عليه ويريدون أن يفرقوا بينهم، ولذلك جاءت النزعات العرقية، وجاءت النزعات الطائفية، وجاءت النزعات الإقليمية. وأصبح الولاء ليس للإسلام وليس لأخوة الدين. نعم، ينبغي الإنسان أن يهتم بوطنه وأن يهتم بأسرته وأن يهتم بجماعته وبقبيلته وبقومه، لكن هذا لا يتعارض مع الاهتمام
بشأن إخوانه المسلمين. الأخوة في الدين قضية أساسية في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الدين كما نص على ذلك العلماء والمفسرون في هذه الآية الكريمة أثبت من الأخوة في النسب، لأن الأخوة في النسب تذهب إذا اختلفت الديانة، لكن الأخوة في الدين حتى لو اختلفت الأنساب أو اختلفت اللغات أو اختلفت الأعراق تبقى الأخوة في الدين وحرمة المسلم باقية. والذي يجمع المسلمين هو هذا الدين على اختلاف أعراقهم وأجناسهم، وانتشار الإسلام في هذا العالم على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وأعراقهم دليل واضح على أن أخوة الدين هي الأساس، وهي التي ينبغي أن يهتم بها الناس. حينما يتكلم الإنسان عن اهتمام المسلم بالشأن الإسلامي العام، هل يقال بأن يهتم به ويهمل وطنه ويهمل مثلا أسرته ويهمل المجتمع الذي يعيش فيه؟ طبعا لا يقال هذا. الأصل في المسلم أن يبدأ بمن يعول، يبدأ بأسرته، يبدأ بجيرانه، يبدأ بجماعته، يبدأ بوطنه، لكن هذا لا يتعارض إطلاقا مع الاهتمام بالشأن الإسلامي العام، وأن المسلمين أمة واحدة، وأن الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية هي التي تجمعهم. ولذلك هذه القضية ينبغي التركيز عليها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، لا بد أن تكون هذه واضحة وقوية، وطبعا تتجلى مظاهرها في مظاهر كثيرة، كلمة اجتماع المسلمين وأن الذي يجمعهم هذا الدين. من أبرز المظاهر ما يتعلق بأداء الصلوات، ما يتعلق بالاتجاه الكعبة المشرفة، ما يتعلق بفريضة الحج. ونحن في المملكة العربية السعودية علينا مسؤولية كبيرة في هذا المجال، فيما يتعلق بالاتصال بالمسلمين أينما كانوا والتعاون في الشأن الإسلامي. ومن فضل الله علينا أن المملكة قامت على هذا الدين، على الإسلام، على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي الدولة الوحيدة في الوقت الحاضر التي تتقيد بأحكام الشريعة وتحكم بهذه الشريعة. وهذه من نعم الله علينا وعلى المسلمين كافة حينما يجدون دولة تطبق أحكام الشريعة، وهي التي ترعى شأن الحرمين، وهي التي تهتم بالشأن الإسلامي بشكل عام. طبعا هذه المزية لا بد أن نستشعر أنها نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على قادتنا وعلينا وعلى المسلمين كافة، وهذا دليل واضح بأن الإسلام باقي ومستمر، وأن المسلمين عليهم أن ينظروا لهذه الدولة، للمملكة العربية السعودية، لقادتها، لشعبها، لمؤسساتها نظرة متميزة، باعتبار أنها ترعى شأن الحرمين وقامت على الإسلام وتهتم بالشأن الإسلامي. طبعا حينما يتحدث الإنسان عن اهتمام المسلم بالشأن الإسلامي العام، هل كل فرد يستطيع أن يهتم بشأن المسلمين بشكل عام؟ ربما يكون في الأمر صعوبة، وكما أشرت ينبغي الإنسان أن يبدأ بمحيطه، بالبيئة التي يعيش فيها، بأداء الواجبات في الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون مع إخوانه، مع جماعته، في وطنه، في بلده، في أسرته، ثم بعد ذلك يهتم بالشأن العام. لكن هناك جهات ومؤسسات عامة لها علاقة مباشرة بأحوال العالم الإسلامي. المملكة والحمد لله على مستوى الدولة لها اهتمام كبير بشأن المسلمين، وآخر مؤتمر طبعا أقيم مؤتمر التضامن الإسلامي الذي أقيم في مكة، واهتم بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله،
وفيه اهتمام كبير بالشأن الإسلامي العام وإحياء التضامن الإسلامي، بل إن التضامن الإسلامي لم ينهض النهضة القوية الصحيحة في العصر الحديث إلا في المملكة العربية السعودية. ونحن نذكر الملك فيصل رحمه الله وجهده المتميز في هذا المجال وإنشاء المؤسسات الكبيرة الإسلامية في المملكة: رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، الندوة العالمية للشباب، البنك الإسلامي للتنمية، اهتمام المملكة بشأن المسلمين بشكل عام، كل هذا اهتمام بالتضامن الإسلامي. إذن على الفرد أن يقوم بواجبه في محيطه، وأن إذا وجد له فرصة أو إمكانية أو اهتمام بالشأن الإسلامي العام، إن كان باحثاً، إن كان داعية، إن كان عالم، إن كان إنسان لديه قدرة في مجال عمله، في المجال العلمي، في المجال المالي، يمكن أن يسهم في شأن المسلمين، هنا يأتي الواجب، لأنه من فروض الكفاية، وفروض الكفاية لا بد أن يهتم بها المسلمون حتى تقوم. أحوال العالم الإسلامي معروفة الآن من خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، وكل إنسان له علاقة بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة يعرف الآن كثيراً من أحوال العالم الإسلامي. لكن هل المهم المعرفة وجمع المعلومات أو العمل؟ هو الواجب على المسلم أن يركز على الجانب العملي. الجانب العلمي مهم، جمع المعلومات مهم، التعاون في قضايا المعلومات وما يتعلق بها في مجال الأبحاث أو في مجال الإعلام مهم، لكن المهم الجانب الإيجابي والجانب العملي. سأشير إشارات سريعة عن جوانب إيجابية لدى المسلمين في الوقت الحاضر وجوانب سلبية، وهي إشارات، لأني كما قلت الحديث عن أحوال العالم الإسلامي حديث واسع وجوانبه متعددة، لكن الإنسان يشير للقضايا الأساسية المهمة. طبعاً الجوانب الإيجابية في العالم الإسلامي من أبرزها نعمة الله الكبرى على المسلمين، وهي هذا الدين الإسلام، الإرث الحضاري، ما لدى المسلمين من ثقافة، ما لدى المسلمين من معلومات في مجالات عديدة. هذه الحضارة الإسلامية التي قامت مئات السنين وأسهمت في حياة كثير من الناس، حتى أن العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وفي مجالات كثيرة استفادوا كثيرا منها في نهضتهم وفي مواجهتهم لمشكلاتهم. الوقت الحاضر العالم المتقدم في المجال الاقتصادي والعسكري والتقني لديه أزمات كبيرة في المجالات النفسية، في المجالات الاجتماعية، في المجالات الروحية. الأسر في أوروبا وأمريكا أسر متفلتة ومنتهية، البيوت خاوية، نسبة الطلاق بأعداد كبيرة، المشاكل الاجتماعية عديدة. فهذا العالم على الرغم من تقدمه في مجال العلم والاقتصاد والتقنية لديه مشكلات كبيرة في هذه القضايا، وحلها باعتراف كثير من العلماء والباحثين الغربيين هو في الإسلام وفي رسالة الإسلام. هذا جانب إيجابي كبير لدى المسلمين ينبغي أن يعتزوا به وأن يهتموا به، ولا شك أنه نعمة الله الكبرى عليهم وعلى البشرية أجمع، باعتبار أن الإسلام رسالة عالمية وخاتمة ولكل الناس. من الجوانب الإيجابية لدى المسلمين أن العالم الإسلامي في وسط الكرة الأرضية، أن هناك استراتيجية في الموقع، في الملاحة، في التبادل التجاري. العالم الآخر في أمس الحاجة إلى هذا الجانب الإيجابي. أيضا الثروات الطبيعية وبخاصة النفط والثروات الأخرى، العالم في حاجة ماسة إلى هذا الجانب الإيجابي. الثروة البشرية الآن في أوروبا يجد الباحثون من الأوروبيين يشكون من قلة النمو السكاني وأنه يتضاءل،
وأن نسبة الشباب نسبة قليلة، وأنهم في حاجة إلى العمالة من العالم الآخر أو العالم الثالث. لدى العالم الإسلامي طاقة بشرية كبيرة، وهذا جانب من الجوانب الإيجابية. طبعاً الجوانب السلبية لا نريد أن نركز عليها، لكنها أيضاً كثيرة، من أبرزها جوانب الضعف، سواء في المجال الاقتصادي، في مسألة البطالة، في مسألة انتشار الفقر، في مسألة الاعتماد على الآخرين. من الجوانب السلبية في العالم الإسلامي، وهي التي ينبغي أن يركز عليها الناس في معالجتها، التأثرات السلبية بالعالم الآخر، تراجع في الأخلاق، تراجع في القيم. طبعاً العولمة والإعلام الآن المنتشر وتأثيره على الأمة الإسلامية تأثير خطير، وهذا جانب سلبي لا بد من النظر والاهتمام به. طبعاً من الجوانب السلبية في العالم الإسلامي أنه يعتبر هو مركز أو مكان الصراع أو تضعضع الاستقرار والأمن. أكثر المشكلات والفتن والنزاع يجده الإنسان في العالم الإسلامي، بل يتوقع كثير من الناس أن هذا مستهدف من قبل أعداء المسلمين، أن تثار الفتن لديهم، وأن تثار الحروب، وأن تثار المشكلات، وأن تأتي التدخلات الأجنبية، سواء في فلسطين أو ما حصل في أفغانستان أو ما حصل في العراق أو ما يحصل حاليا في سوريا أو ما حصل في السودان أو في الصومال أو أماكن عديدة من العالم. يعني يعتبر العالم الإسلامي هو مكان الصراع والفتن والمشكلات، هذا جانب لا شك أنه جانب سلبي. طبعا من الجوانب السلبية في العالم الإسلامي، نحن قلنا إن أعداد المسلمين وتزايدهم هذا جانب إيجابي، لكن في نفس الوقت يواجه مع الأسف بضعف في الفاعلية. العدد كبير لكن الإنتاج ضعيف. طبعا هذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان وأخرجه أبو داود في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو الذي يطفو فوق الماء من القشاش والأشياء التي لا قيمة لها، فالعدد كبير. وحتى في قوله عليه الصلاة والسلام: لينزعن الله مهابة من صدور أعدائكم، وأيضا مسألة الذل. يعني هذا جانب سلبي، أن المسلمين عددهم كثير لكن الإنتاج قليل. وحينما يذهب الإنسان لأفريقيا ولجنوب شرق آسيا وحتى لكثير من المناطق في البلاد العربية في قلب العالم الإسلامي، يجد العدد كبير لكن الإنتاج قليل. من يهتم بالشأن الإسلامي، من يهتم بهذه الرسالة الإسلامية التي كلف الله المسلمين أن يحملوها، يجد العدد قليل. رسالة السلف الصالح نشر هذا الإسلام ونقله والدفاع عنه، هذه الرسالة ضعفت لدى المسلمين. طبعا أشرتنا إلى مسألة أن العالم الإسلامي بؤرة للصراع، للنزاع، للطائفية، وفي الوقت الحاضر تزداد هذه المشكلة. وما يحصل حاليا، طبعا ما حصل في العراق وما يحصل في سوريا الآن، هو جزء من هذه المشكلة، استغلال الضعف في أحوال المسلمين ونشر الطائفية والصراع بين المسلمين وإثارة المشكلات. طبعا هذه قضية خطيرة، ولا شك أنها تؤدي إلى كثير من المشكلات وإلى ضعف المسلمين وإلى تراجعهم. طبعا مسألة الإصلاح
في العالم الإسلامي في كثير من المؤتمرات، سواء كانت مؤتمرات قمة إسلامية أو مؤتمرات على مستوى شعبي أو المؤتمرات التي عقدتها الرابطة أو غير الرابطة، تتحدث عن أحوال العالم الإسلامي وأحوال المسلمين وكيف تصلح هذه الأحوال. هناك صعوبات كبيرة، ولا يدرك هذه الصعوبات إلا من يتعامل مع هذه المشكلات. هذه الصعوبات والتحديات قد تكون داخلية من المسلمين أنفسهم، وقد تكون من خارج العالم الإسلامي وخارج الأمة الإسلامية. ولذلك ينبغي على الدعاة، على العلماء، على المؤسسات المعنية بهذا الأمر أن تدرس هذه الصعوبات، هذه العقبات، هذه المشكلات، وتركز على الأولويات، الأولويات التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون حتى يواجهوا هذه الإشكالات، سواء في مستوى العلم، في مستوى الثقافة، في مستوى الإعلام، في الأوضاع الداخلية أو أوضاع المسلمين في خارجها. ومن أهم الأولويات التي ينبغي أن يركز المسلمون عليها ما يتعلق بالتركيز على جمع المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه سلف الأمة الصالح، وأن هذا هو المأمن من الفتن. وهذا الأمر من أعظم الأسباب التي جعلت أعداء المسلمين يركزون على العداء للسلفية، أو على ما يسمونه بالوهابية، أو يتكلمون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو عن المملكة وجهودها، ويقولون أو يصفون هذه الدعوات أو هذا الاتجاه بالتطرف وبالإرهاب وبالقسوة، وبأنه لا يريد التعاون والتعامل مع الآخرين. بل هذه قضية لابد أن يعيها المسلمون، وأن يعيها القادة والعلماء الذين يهتمون بالشأن الإسلامي. المملكة العربية السعودية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس فيها شيء جديد عما كان عليه السلف الصالح. ما في كتاب الله وما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه الأئمة السابقون المخلصون هو خلاصة دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي تبنتها المملكة وقامت على أساس منها، وهي تحكيم الكتاب والسنة، وأن المرجع عند أي خلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يهمنا أن نركز في مختلف المناسبات على وطننا، على المملكة العربية السعودية، باعتبار أنها هي الدولة الوحيدة في الوقت الحاضر التي قامت على الإسلام وتطبق شريعته. نركز على هذا الوطن في جمع كلمته، في التعاون مع ولاة الأمر، في الإخلاص لقادتنا لوطننا، في الاهتمام بالشأن العام الذي يصحح الصورة الإسلامية ويصحح صورة هذه الدولة وهذا البلد لدى الآخرين الذين يريدون استغلال الأخطاء والتصرفات غير الصحيحة. هذه قضية من القضايا التي ينبغي أن نهتم بها، وهي لها ارتباط وثيق بالعالم الإسلامي. العالم الإسلامي مع الأسف نجد أن هناك نزعات وطوائف وفرق ومشكلات عديدة، وأن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نعمة الأمن والاستقرار هو بسبب التمسك بالدين الصحيح. فإذا أردنا أن ننقل هذه الصورة للعالم الآخر، علينا أن نحافظ على ما لدينا من نعمة، وأن نتعامل مع الآخرين بحكمة وباعتدال وبروية وبحسن تعامل، حتى يعرف الآخرون ما هو في المملكة العربية السعودية. طبعا الأزمات الحالية في العالم الإسلامي كما قلت هي عديدة، لكن من أخطرها حاليا ما يحصل في سوريا، وهذا الأمر خطورته ليست خاصة بالسوريين، خطورته على العالم الإسلامي كله. نشر الطائفية
وامتداد النزاع وتدخل أو الدول في دول أخرى تهدف لنشر مذهبها وتوجهها. وطبعا حينما نرى الأحداث المؤلمة ونرى القتل ونرى التعذيب ونرى الإجرام الواضح يتألم الإنسان، يتألم كثيرا. أين المسلمون وأين أخوة الإسلام؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الأمة الإسلامية على مستويات عديدة حتى تواجه هذا الظلم الذي يقع على إخوانهم في بلد مسلم؟ معروف أن سوريا لها تاريخ إسلامي عريق، وكانت هي عاصمة الدولة الإسلامية في العهد الأموي في وقت كبير، وفيها العلماء الكبار كانوا فيها، ابن كثير رحمه الله، ابن تيمية، ابن القيم، أعدادها النووي، أعداد كبيرة من علماء المسلمين. كانت هي منطلق الحضارة الإسلامية بعد أن انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة إليها، قبل أن تكون بغداد وقبل أن تكون العواصم الأخرى. فإذا هي دولة مسلمة لها تاريخها العريق، يجب على المسلمين أن يقفوا بجانبها وبجانب شعبها. نعم، المملكة والحمد لله قامت بجهد كبير، وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده جزاهم الله خير اهتموا اهتمام كبير بهذا الأمر، والشعب السعودي قدم ما قدم، لكن تحتاج المسألة إلى متابعة وإلى مزيد من الاهتمام على مستويات متعددة، سواء كان مستوى رسمي أو مستوى شعبي أو في مجال إعلام، في مجال كتابة، في مجال تقديم إمكانات ودعم في مختلف المجالات. كذلك قضية فلسطين، كذلك مسألة العراق، والحرص الآن على تغيير توجهه. العراق دولة عربية مسلمة، مع الأسف الآن الاتجاه فيها إلى إبعاد أهل السنة، إلى الإساءة على أهل السنة والجماعة، إلى إثارة الطائفية هناك. ما يحصل من فتن وصراع في أفغانستان، ما حصل في الصومال من مشكلات لها عشرات السنين، تقسيم السودان وما يراد له من مشكلات، ما يحصل في اليمن، هذه المشاكل لابد أن يعي المسلمون خطورتها، وأنها ليست خاصة بالبلد التي توجد فيه. إذا نجح الأعداء في تلك البلاد سينقلونها إلى البلاد الأخرى المجاورة. ومن هنا لابد أن يعي المسلمون على مستوى القادة، على مستوى الدول، على مستوى الشعوب، على مستوى العلماء، في مختلف المجالات، خطورة التهاون في هذا الأمر. وأن الإنسان يقول أنا هذا ليس لا أهتم به وليس لي بشأن، هو في دولة أخرى أو في مجتمع آخر. نعم، أنت مسؤول عن بيئتك ومحيطك والبلد الذي تعيش فيه، والأقربون أولى بالمعروف، لكن هناك مجالات كثيرة يمكن أن تسهم فيها من خلال الفرص التي تتاح للإنسان في كل مكان. لعل هذه القضايا أبرز ما يتعلق بأحوال العالم الإسلامي، وأهمية أن يهتم المسلمون بشؤونهم، بشؤون بعضهم بعضا. السلف الصالح كما قلت، والصحابة رضوان الله عليهم، لماذا خرجوا من مكة إلى المدينة؟ خرجوا لنصر الإسلام وعزة الإسلام. لماذا خرجوا من المدينة ومن الجزيرة العربية للعالم؟ ذهبوا لغرب أفريقيا، ذهبوا لشرق آسيا، ذهبوا إلى مناطق عديدة في 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 في, في أوروبا وفي أماكن عديدة، إنما ذهبوا ليحملوا هذا الإسلام وينشروا هذا الدين. هذه رسالة لا بد أن نحرص عليها على مختلف المستويات. إذا كان الإنسان لديه قدرة من خلال قدرته العلمية أو الاجتماعية فيعين إخوانه المسلمين ويهتم بهم، أو يتعاون من خلال المحيط الذي يعيش فيه، إذا كان هناك هيئة، إذا كان هناك مؤسسة، إذا كان هناك فرصة متاحة. استقبال الطلاب المسلمين، والمملكة العربية السعودية لها أيضا قدوة حسنة ومثل رائع في هذا المجال، حينما أوجدت الجامعة الإسلامية في المدينة، إنما
أوجدتها لاستقبال الطلاب المسلمين ليتعلموا هذا الدين ولتتاح الفرصة لهم، كذلك وجود الطلاب في العديد من الجامعات في المملكة. فالتواصل مع العالم الإسلامي أمر يعتبر من الواجبات الشرعية التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون، ولكن وفق رؤية صحيحة وتعاون صحيح وعمل جماعي، وأن يبتعد الإنسان عن الجوانب السلبية، وأن أيضا يحتاط حتى لا يتعاون مع أناس مشبوهين أو لديهم إشكالات تسيء إلى دولته وتسيء إلى دينه وتسيء إلى مجتمعه. والحمد لله أن لدى الإنسان في المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات محل الثقة التي تقدم الخير الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: نعلم قدر علمائنا الأفاضل والجهود المبذولة من قبلهم، لكن أين دور علمائنا في بلاد الشام خاصة، حيث أن الرافضة يدعمون النصيرية وأعوانهم بالمال والسلاح، بل إنهم قد أفتوا بوجوب الجهاد هناك، فما دور علمائنا من أهل السنة هناك؟ أولا، المشكلة في سوريا ليست جديدة، لها 40 سنة، وكان هناك مضايقة للعلماء الصادقين الصالحين، حتى اضطر كثير منهم ليخرج عن بلده، وأسيء إلى كثير منهم بالسجن والتعذيب والمشكلات العديدة في داخل البلد. فخلال هذه الفترة الطويلة، وهي يعني هناك حصار لعلماء السنة الصادقين المخلصين، ومع ذلك لا تخلو بلاد الشام أو سوريا من الناس الذين لديهم اهتمام بهذا الأمر. ونجد الكثير من العلماء، خاصة من خرج في هذه الفترة الأخيرة إلى أي دولة عربية أو إسلامية، يتحدثون عن هذه القضايا، وهناك مدارس، هناك معاهد، هناك اهتمام بالشأن الإسلامي. لكن الخطورة في سوريا أن الدولة دولة طائفية ضد أهل السنة والجماعة وضد الإسلام الصحيح، وأنها تدعم من إيران وتدعم من الأحزاب أو الفئات الشيعية المتطرفة في أماكن عديدة. هنا الإشكال الكبير الذي يوجب على المسلمين أن يدركوا خطورة هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من فعل واضح مبذول لإخواننا في بورما والعراق وغيرها من البلاد من قبل رابطة العالم الإسلامي؟ الرابطة كما هو معروف هي منظمة شعبية، ومن فيها من العلماء في مجالسها، سواء المجلس الأعلى والمجلس التأسيسي أو مجمع الفقه أو المجالس الأخرى الموجودة في الرابطة، هم يمثلون المسلمين على مستوى الشعوب، ويدرسون كثيراً من مشكلات هذه الفئات، وترسل الرابطة وفود وتتصل بالدول، سواء عن طريق السفارات أو عن طريق الإعلام أو عن طريق العديد من الوسائل. طبعاً أهميتها الرابطة في هذا المجال أنها تنبه لخطورة الأمر، ولديها هيئات تسهم في مجال الإغاثة، مثل هيئة الإغاثة أو الهيئات التي تهتم بالدعوة الإسلامية أو بالتعليم أو بغير ذلك. لكن القضايا، هذه القضايا قضايا كبيرة، لأنها ترتبط بمخططات عالمية. طبعاً هذه الدول التي فيها مشكلات ضد أهل السنة والجماعة وضد الإسلام الصحيح تدعم دعم قوي من قبل دول مع الأسف تريد الإساءة للإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي كله. نعم، المملكة الحمد لله تسهم إسهام كبير، لكن الأمر يحتاج إلى أن تسهم بقية الدول العربية والإسلامية في هذا المجال، وأن يكون هناك رؤية ومواقف حازمة في هذا المجال. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي على ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب